قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع مجموعة من الكراتين تضم مستلزمات دراسية على التلاميذ غير القادرين بمدرسة إدفو الابتدائية بمحافظة أسوان. جاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف الوطني مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، وتهدف الحملة إلى توفير المستلزمات الدراسية اللازمة للطلاب، مما يسهم في تحسين أدائهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح. كما تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية المسؤولية المجتمعية. احنا في مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، بالعكس يعني المؤسسة التحالف الوطني مشكورين لجهودهم. طبعا المبادرة هاي اول مبادرة احنا نسويها في المحافظات هاي، ومش اخر مبادرات، لان اليوم احنا في مؤسسة دي بي وورلد الخيرية عندنا اولويات. التعليم من اهم الاولويات اللي عندنا، غير التعليم اللي هي عندك الغذاء وعندك الصحة، وفي اولويات ثانية عندنا في المؤسسة، لكن اليوم ركزنا على التعليم خاصة لابنائنا الطلبة، وشفنا الفرحة على وجوههم عودتهم للمدارس حتى لو إلى أمورهم. هذا شيء أقل نقدر نسوي، ومثل ما تعرف احنا اليوم التعليم أساس المجتمع. طبعا احنا كحياة كريمة عضو من أعضاء التحالف الوطني اللي بنتشرف ان احنا عملنا أول بروتوكول دولي مع دي بي وورلد فاونديشن اللي هي دي بي وورلد الخيرية. طبعا المرحلة بتاعة البروتوكول تمت على أكثر من نقطة، يعني تحت مسمى كده زي ما نقول مركب الخير والعطاء. بدأنا نقطة الانطلاق من محافظة الأقصر مرورا بإسنا، كان عايزين عندنا توزيع للأسر الأكثر استحقاقا. طبعا كل ده بيتم عن طريق مكتبنا الميدانية سواء كان في محافظة الأقصر أو في محافظة أسوان. بعد كده دخلنا مدرسة إدفو الابتدائية. طبعا الفرحة اللي احنا شفناها النهاردة على وجوه الطلبة الموجودين جوه الفصول الدراسية، طبعا يعني زي ما نقول تنسي أي حد بيشتغل في العمل الخدمي والمجتمعي كل التعب كله. احنا النهاردة مستمرين في تنفيذ البروتوكول ما بين التحالف الوطني للعمل التنموي وما بين مؤسسة دي بي وورلد الخيرية. النهاردة وزعنا في قرى إدفو ومن بعد ذلك كومومبو شنط مدرسية أو طرود بها شنط مدرسية وبجميع المستلزمات اللي تساعد الطالب على الدراسة. البروتوكول هو بروتوكول شامل وليس للتعليم فقط أو للطلاب فقط، هو شامل الأسرة وشامل المرأة وشامل التعليم، ولكن احنا بدأنا بالتعليم لأنه طبعا حجر أساس كتنمية أو حجر أساس لأي تنمية موجودة. بدأنا من الأقصر وأسوان وإن شاء الله هننطلق لباقي الجمهورية. أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الدولة تستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية. ولفت وزير المالية إلى اهتمام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الضريبي والتعامل مع تحديات بحلول تنفيذية عملية، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي. مهم كمان يبقى في خطوات ملموسة على الأرض الأول تدي ثقة أنه هذه اللقاءات إن شاء الله تبقى لقاءات بتؤدي إلى نتائج ملموسة، هدفها في الآخر أن مجتمع الأعمال يبقى في وضع أفضل، مجتمع الأعمال يبقى عنده تنافسية أكبر، يبقى قادر يحقق أرباح ويكبر بشكل أكبر، وفي الآخر هو شريكنا الأول والأساسي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب هو الممول ومجتمع الأعمال. وبالتالي لما شريكك بيكبر بيتوسع بوضعه أفضل، بالتأكيد الطرف الآخر أو الشريك الآخر بيستفيد بنفس القدر. أعلنت وزارة النفط العراقية عن البدء في تصدير وقود الطائرات من الموانئ العراقية. وقال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية حامد يونس إن الوزارة باشرت عمليات تصدير وقود الطائرات بواقع 800 إلى 1000 طن يوميا من المنافذ التصديرية، مشيرا إلى أن الإنتاج العراقي من وقود الطائرات يأتي ضمن المواصفات والمعايير العالمية.